بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، سيد الوزير العلاقات مع البرلمان، زملاء أعضاء الحكومة، سيدات والسادة النواب، وسارة الإعلام، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أقف مجددا أمام مجلسكم الموقر بمناسبة التصويت على قانون المالية لسنة 2025، وهذا بعد احتياز مختلف المراحل المقررة قبل التصويت مع تقديم عرض المشروع ومناقشته، وكذلك جلسة الردود على أسئلة السيدة والسادة النواب المجلس الشعبي الوطني. وأود مرة أخرى التنويه بروح البناءة التي ميزت أغلب التدخلات التي تناولت المحاور الكبرى للمشروع، لا سيما المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكننا القول بكل صدق وبدون أي مجاملة أنه مع مجريات فصول هذه العملية نكون قد ساهمنا جميعا وكل حسب صلاحيته الدستورية في تكريس دور المجلس الشعبي الوطني كساحة مثالية لممارسة الديمقراطية. إن النص المشروع كما سبق وأشرنا هو ثالث قانون مالي يتم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 1815 المؤرخ 2 سبتمبر 2018 والمعدل والمتمم والمتعلق بالقوانين المالية. سمحت المناقشة مشروع قانون المالي لسنة 2025 بعرض أهم المحاور المتعلقة خاصة بمواصلة السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تنويع الاقتصاد من خلال الدعم والاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بالتعزيز ضمان تزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين الطرق والاتصال، وترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة والدعم الاقتصادي والمعرفة، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين، وأخيرا التحكم في تأثير الدين العمومي مع الاستجابة إلى استحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي لفترة الممتدة من 2025 إلى 2027. سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سيدات وسادة النواب، زملائي الوزارة، إن المناقشة المتعمقة والمثمرة التي أحطتم بها مضمون مشروع المعروض عليكم كانت فرصة لي منذ أيام لرد على أسئلتكم وإنشغالاتكم التي تركزت خاصة على الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المالية العامة، التمويل الاستثمار، التنمية المحلية، الأملاك الوطنية، التحول الرقمي للقطاع المالية والمعاملات البنكية. وأؤكد لكم مجددا على أن الحكومة تولي كل الاهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف السيدة والسادة النواب والتكفل بها، وهذا ما تم العمل عليه في الرد على مداخلتكم في خلال المناقشة، وذلك بإشراك كل القطاعات. في الأخير اسمحوا لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على جهدكم المثري المتمثل في دراسة ومراجعة المشروع الذي طرح أمامكم وممتن لكم بمناسبة التصويت على النص الجديد، داعيا المولي عز وجل أن يسدد خطة الجميع ويوفقنا لخدمة الوطن والمواطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.